السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. الحكيم يدين العمل الإرهابي في أفغانستان. دان رئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم اليوم الجمعة الاستهداف الإرهابي لمسجد في أفغانستان، وقال الحكيم في تغريدة: في أفغانستان ما زال الإرهاب التكفيري الضلال يستغل غياب الحماية والإجراءات الحكومية الرادعة والرصينة والصمت الأممي ليضيف إلى مجازره ضد طيف معين جرائم أخرى يندى لها جبين الإنسانية، وآخرها ما ارتكبه أياديه الأثيمة ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام من مكون الهزارة في كابل، حيث خلف الاعتداء عشرات الشهداء والجرحى المشاركين في المعهد التجريبي للجامعات. وأضاف: وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي فإننا نطالب المجتمع الدولي بحمل حكومة أفغانستان على حماية جميع أبناء الشعب الأفغاني بكافة طوائفهم.